Good morning. آخر مرة كنا عم نحكي كيف بدنا نجيب الماتريكس للأف، بس هالمرة كان عطيني بيزس جديدة للإي وبيزس جديدة للأف. يعني أنا عندي بي برايم بيزس جديدة للإي وسي برايم بيزس جديدة للأف، وبدي أجيب الماتريكس للأف، بس هالمرة من البيزس بي برايم للسي برايم. إنه باي ديفينيشن هي شو بدي أجيب؟ بدي أجيب أف لل أوكي فرضا هذه هي هون وهي هون، بجيب أف للإي 1 برايم، أف للإي 2 برايم، أف للإي سي برايم إن تيرمز لهذه الإي 1 برايم ولهذه الإي 2 برايم. قلنا بدل ما نيجي نجيب أف إي 1 برايم نيجي نكتبها إن تيرمز للإي 2 برايم أو للإي 1 وإي 2، وأف للإي 2 برايم نيجي نكتبها إن تيرمز للإي 1 برايم أند إي 2 برايم، ونعبي الماتريكس. في عنا فورمولا علينا نحفظها اللي بتقلي الماتريكس للاف لما تمشي من البيزس بي برايم للسي برايم هي مين؟ هي الانفرس للترانزيشن ماتريكس من سي للسي برايم، الماتريكس للاف من البي للسي، الترانزيشن ماتريكس من وين لوين؟ من البي للبي برايم. قلنا هيدي الفورمولا نحن علينا نحفظها. قلنا مين هي هيدي اللي هون؟ هيدي قلنا رح نسميها الترانزيشن ماتريكس فروم ذا بيزس بي تو ذا بيزس بي برايم، هيدي سميناها. يعني انا بجيب ال الاليمنت تبع البيزس تبع البي برايم يلي هن اي 1 برايم اي 2 برايم اي 3 برايم ان تيرمز لمين؟ للبيزس بي، يعني ان تيرمز اي 1 اي 2 اي 3. هيدي هي هين نجيبها لانه الاي 1 برايم ان تيرمز لاي 1 اي 2 اي 3 هي بكفي اكتبهم بالطول. اوكي، والترانزيشن ماتريكس من سي للسي برايم هي مين؟ هي بدي اكتب هدول ان تيرمز الاي 1 اي 2 هيدي ان تيرمز كمان وبكتبها. طيب انا هون شو عندي؟ عندي الانفرس لهي، الانفرس لهيدي فينا نجيب الانفرس لإلها ونحطها ونضربهم ببعض ونطلع. كنا قلنا هون كمان اذا عندي الماتريكس للجي كومبوز ويز اف هي الماتريكس للجي ضرب الماتريكس للاف، وقلنا اذا عندي الاف هي ايزومورفيزم معناتها الماتريكس للانفرس للاف هو الماتريكس للاف كلها سوا بعملها انفرس. واخذنا هون اذا كانت عندي انا عم بمشي من وين لوين. اوكي، قلنا شو هي الترانزيشن ماتريكس من بي لبي برايم؟ هي نحن بالحقيقه هيدي شو هي؟ نكتب الالمنت تبع البي برايم ان تيرمز مين؟ للبي. بقلنا هيدي هي الماتريكس للايدنتيتي لما بنمشي من الاي للاي، بس اول اي عليها البيزس بي برايم وثاني اي شو عليها؟ البيزس بي. لانه باي ديفينيشن اذا بدي اجي اجيبها هاي بدي اجيب الايدنتيتي للاي 1 برايم، ايدنتيتي للاي 2 برايم، للاي ان برايم ان تيرمز لمين؟ لاي 1 اي 2 اي ان. ما هدول الايدنتيتي هن اي 1 برايم اي 2 برايم اي ان برايم، يعني كاني عم جيب الترانزيشن ماتريكس. قلنا بما انه هيدي هي الماتريكس للايدنتيتي والايدنتيتي هي انفرتبل، معناتها هاي هي شو؟ هي انفرتبل، رح تعطيني الترانزيشن ماتريكس من بي برايم لبي. رح نبلش هلا بهيدي اللي هون. اوكي، خلينا نشتغل، بس كنا عم نشتغل بهيدا الاكسرسايز. كنا معنا هيدا الاكسرسايز جبنا الماتريكس للاف بالماتريكس ماتريكس للاف بالبيزس اي، يعني بدي اجيب اف للاي 1 اف للاي 2 اف للاي 3 ان ترمز اي 1 اي 2 اي 3. جبنا الكرنل وجبنا الايمج، وبعدين شفنا هل عندي الايمج بلس الكرنل هل هن سبلمنتري لبعض ام لا. رجعنا اخذنا هيدي اللي هون، بدنا نيجي نشتغل على شيء اسمه تشانج اوف بيزس. اخذنا بيزس جديده للار 3، بدنا نجيب الماتريكس للاف بالبيزس الجديده اللي هي بي برايم. قلنا بدنا نكون احنا حافظين هيدي الفورمولا، مجرد ما نحفظ هيدي الفورمولا هيدي بنعرف نجيبها، وبنرجع بنجيب للانفرس بنحطهم بنعبيهم. طيب هلا هون شو بيقول لي؟ بيقول لي نحن من شوي جبنا الانفرس للبي بي برايم، هيدي الانفرس لإلها. قلنا هي بالحقيقه هي منين؟ هي الترانزيشن ماتريكس من بي برايم لبي، فاذا هي الترانزيشن ماتريكس من بي برايم لبي. طيب شو معناتها هيدي الترانزيشن ماتريكس من بي برايم لبي؟ يعني انا بدي اكتب الالمنتس تبعينات البي ان تيرمز لبي برايم، يعني بدي اكتب اي 1 ان تيرمز اي 1 برايم اي 2 برايم اي 3 برايم والاي 2 كمان والاي 3 كمان. يعني انا مجرد ما جبت الانفرس، نحن هيدي متذكرين نحن انه هي نجيبها صح؟ هي نجيبها هي، لانه بكفي اكتبهم هودي كيف؟ اكتبهم بالطول لانه هون عندي الكانونيكال بيزس. جبنا لها الانفرس لإلها، مجرد ما جبنا لها الانفرس لإلها هيدي قلنا كنا هي رح تعطينا ترانزيشن ماتريكس من بي برايم لبي. قلنا باي ديفينيشن هيدي هي شو؟ هي الالمنت تبع البي بدي اكتبهم ان تيرمز للالمنت للبي برايم. يعني انا علي اكتب الاي 1 ان تيرمز اي 1 برايم اي 2 برايم اي 3 برايم، ما بحط الاي 1 الكوردينيتس لإلها بالطول، غلط. انا علي لاقيهم شو بيساوي. طيب هون اعطاني اياها، عم يقول لي الاي 1 هي شو بتساوي الاي 1؟
عم بيقول لي انه ال E1 هي minus E1 prime plus 2 E2 prime minus E3 prime. طيب بحط ال E1 وال E2 prime وال E3 prime بإيمتر؟ هيكو مظبوطة بتطلع لي هي ال E1. نفس الشيء شو بتساوي ال E2؟ هي minus E1 prime plus E2 prime minus E1 prime plus E2 prime. بحط ال E1 prime بإيمتر؟ ال E2 بإيمتر؟ بعمل لهم بجمعه مع بعض عم يعطيني مين ال E2. فإذا هيدي لما أنا بجيب الانفرس هي بتكون عم تعطيني الترانزيشن ماتريكس من B prime ل B يلي هن ال E1 in terms of E1 prime, E2 prime, E3 prime ونفس الشيء ال E2 وال E3. طيب هودي كيف بدنا نعوزن هودي؟ رح نجي نشوف كيف. فإذا قلنا نحن إذا عندي ال B هي عبارة عن E1, E2, EN وال B prime هي E1 prime, E2 prime, EN prime. عم نجيب الترانزيشن ماتريكس من B ل B prime. هن بكتب تعبينات ال B prime in terms of E1, E2, EN. والترانزيشن ماتريكس من B prime ل B فوق بدي أحط تعبينات ال B بدي أكتبهم in terms of E1, E2 prime, EN prime. طيب قلنا هاي هي الانفرس لهيدي صح؟ عنا هي هون. هلا مين الأهين نجيبها هيدي ولا هاي؟ هيدي الأهين أنا نجيبها. ليش؟ لأنه في حال هيدي كانت معيها الكانونيكال بيزس دغري بكتب هيدولي كيف؟ بالطول. بينما هون مش دغري بكتبهم بالطول. شفتوا هاي؟ كتبتهم دغري بالطول؟ لا، يعني علي اشتغل سيستم. فإذا هيدي بيكون أهين نجيبها، فلنجيب هيدي منجيب هاي وشو بنرجع نعملها؟ نعملها الانفرس. كيف بنستعمله؟ بقول إذا كان أخذت فيكتور X عنده الكوردينات X Y Z موجود بقلب ال R 3. نحنا هيدي الكتيبة كأنا عم أقول هني مين هي؟ هي X E1 plus Y E2 plus Z E3. في حال كتبت ال X بهيدي الطريقة هي X prime Y prime Z prime بس حطيت هون B prime، يعني عم بكتبه بس بأي basis؟ بالbasis B prime اللي هي الجديدة. يعني شو معناتها؟ يعني هذا ال X الكبير بيساوي X prime E1 prime plus Y prime E2 prime plus Z prime E3 prime. هيدي بالbasis بالcanonical basis اللي هي B، فما بكتبها عادة. هيدي ببيزس جديدة سميتها B prime. طيب انا شو رح اجي اسمي؟ رح اجي اسمي الاكس اولد يلي هن في بقلبه الاكس واي زد، او هدول هن الكوردينيتس للاكس مثلا بالبيزس بي، او عاده بيكونوا بالكانونيكال بيزس. الاكس نيو هن مين؟ هن هدول الكوردينيتس اكس برايم واي برايم زد برايم، رح اكتبهم بالطول. اوكي، هدول هن الكوردينيتس للاكس بس باي بيزس؟ بالبيزس بي برايم. فاذا هودي بالبيزس بي وهودي باي بيزس؟ بالبيزس بي برايم. كيف فيني انتقل من هون لهون؟ يعني اذا معي هيدي كيف فيني اجيب هودي؟ واذا معي هودي كيف فيني اجيب هاي؟ عندي رول بتقلي انه الاكس اولد يعني هدول اكس واي زد بيساوي الترانزيشن ماتريكس من بي ل بي برايم اكس نيو. هيك نفس الترتيب الاولد ونيو هم حد بي بي برايم. طيب أنا مين بدي؟ عادة هيدول اللي صعب جيبهم صح؟ فإذا الأكس نيو اللي هني أكس برايم واي برايم زد برايم هني حيساووا لترانزيشن ماتريكس من بي برايم لبي أكس بالأولد يلي هني هيدي. طيب نحن هاي نعرفها هي مين؟ هي الانفرس للترانزيشن ماتريكس من بي لبي برايم. هيدي هاي نجيبها ومنجيب لها الانفرس، أهي من أن نجيب هيدي. فإذا نحن شو بدنا نحفظ؟ أنا لما بجيب الكوردينيتس للأكس ببيزس جديدة حتساوي معي الترانزيشن ماتريكس من بي ل بي برايم. البي هي الكانونيكال، بي برايم هي البيزس الجديدة، الانفرس لإيلا مضروبين بالأكس بمين؟ بالكانونيكال بيزس. اللي ما فهم كيف؟ عندي أنا هون شو عندي؟ عندي الأكس اللي هي عبارة عن الفاكتور 2 minus 1 1، هذا belongs to R3. يعني الأكس أولد هني مين؟ هني 2 minus 1 1، يعني هي بتساوي 2E1 minus E2 بس E3. طيب الأكس نيو هن الماتريكس للأكس بس بالبيزس V برايم، يعني حتعطيني هي X برايم Y برايم Z برايم. يعني شو بيساوي in turn بالبيزس الجديدة؟ من هي البيزس الجديدة؟ هادي اللي عطاني إياها هو وين؟ هادي E1 برايم E2 برايم E3 برايم، هودي اللي معي هون. طيب شو بيساوي؟ أنا علي لاقي هدول اللي هون. طيب طبق الفورمولا بيقول لي إنه X برايم Y برايم Z برايم هي هيدي الانفرس لهيدي الترانزيشن ماتريكس مضروبين بالاكس واي زد. هيدي هي الانفرس كنا نحن جايبينها. من هو الفاكتور كان عندي 2 minus 1 1 مضروبهم ببعض شو رح يعطيني؟ حيعطيني 0 2 minus 1. يعني معناتها الاكس يلي كانت 2 minus 1 1 بالبيزس بي يلي هي الكانونيكال بيزس حتساوي معي 0 2 minus 1 بس باي بيزس؟ بالبي برايم. يعني شو معناتها؟ يعني هيدي بتساوي 0 E1 prime plus 2 E2 prime minus E3 prime. بحط ال E1 وال E2 وال E3 إذا حطيتهم بقيمتهم، هيدي راحت 0، حطيت ال E2 prime وال E3 prime بقيمتهم، شو عطاني؟ عطاني نفس الفكتور اللي مشيت معه من الأساس. أوكي؟ فإذا
بيقول لي ان جنرال اذا شو كان عندي، اذا كان عندي بي برايم وبي دبل برايم، هيدي مش الكانونيكال بيزس، هيدي البيزس اللي اشتغلنا عليها كل الشغل فوق، واعطاني اسا بيزس جديد يعني اي ثيرد بيزس للار 3. هون كيف متاكد انها هي ثيرد بيزس؟ بكفي يجيب الديتيرمنت ويطلع معي ديفرنس عن زيرو. فاذا انا عندي هيدي البي دبل برايم، طيب اذا انا بدي اجيب الترانزيشن ماتريكس من بي برايم لبي دبل برايم، يعني شو هي باي ديفينيشن؟ علي يجيب تعبيرات البي دبل برايم اللي هن الاي 1 سكند، الـ E2 second والـ E3 second in terms لمين؟ E1 prime, E2 prime, E3 prime، صح؟ علي يجيبون، يعني علي يشوف الـ E1 prime بتساوي alpha E1 prime plus beta E2 prime plus gamma E3 prime E3 prime، وشو أجيب الـ alpha وbeta وgamma وحطهم هون. طب ما أنا فيني بدل ما أشتغل system وقصة system وقصة system، فيني شو أعمل؟ ايجي طلع هيدي عن طريق اللي دخل مين؟ الكانونيكال بيزس اللي هي بي. طيب كنا قلنا انه هاي هي مين؟ هيدي هي الماتريكس للايدنتيتي اللي بنمشي من وين لوين؟ من البي سكند للبي برايم، صح؟ ها هي. طيب رح نيجي نحن بدنا نبين الماتريكس للايدنتيتي من البي سكند للبي برايم، يعني رح امشي من الار 3 للار 3 للار 3، هون حاكتب الايدنتيتي وهالايدنتيتي. بس اول مره الار 3 حدخل البي سكند كون مشتغله على البيزس بي دبل برايم، هيدي البيزس هي بي اللي دخلتها وهيدي البيزس بي برايم. انا بدي الايدنتيتي من بي دبل برايم للبي برايم، انا هيدي الايدنتيتي بدي اياها. هيدي الايدنتيتي هي مش هيدي الايدنتيتي كومبوزد ويز هيدي الايدنتيتي، يعني الماتريكس لهيدي الايدنتيتي من البيزس بي سكند للبي برايم، هي الماتريكس لهيدي الايدنتيتي من البيزس بي بي لبي برايم مضروبه بالماتريكس للايدنتيتي هاي من البي سكند للبي. طيب هاي مين هاي؟ هيدي ترانزيشن ماتريكس من بي برايم لبي دبل برايم، كتبناها. هيدي هي ترانزيشن ماتريكس من بي برايم لبي، وهذا ترانزيشن ماتريكس من بي لبي دبل برايم. لاحكني هاي طلعناها فوق، هيدي هي، هاي نجيبها، هاي هي بكفي نحطها بينات البي سكند ان تيرمز لبيه اللي هن الكانونيكال بيزس، يعني بكفي احطهم بالطول، يعني بيجي على هودي وكيف بحطهم؟ بحطهم بالطول هيك، وحطيتهم بالطول نضربهم ببعض حيعطينا هيدي الماتريكس. بهيدي الماتريكس انا شو بكون جبت؟ بكون جبت الترانزيشن ماتريكس من وين لوين؟ من البي للبي دبل برايم، يعني بكون جبت الاي 1 دبل برايم ان تيرمز اي 1 برايم اي 2 برايم اي 3 برايم، بكون كتبتهم هيك. اوكي هنعمل check E1 double prime، عم نقول هي 2 E1 prime minus E2 prime plus 0 E3 prime، بحط E1 prime E2 prime بقيمتهم نجمعهم شو عم يعطيني 1 minus 2 1، هيدي هي مين؟ هيدي هي مظبوط E1 double prime. فإذا هيدي الفورمولا بكفي نحفظها، ما في داعي نشوف كيف اجت، بكفي نحفظ هاي. اذا انا بدي اجيب الترانزيشن ماتريكس من بي برايم لبي دبل برايم، دخل بيزس هون بيناتهم يلي هي مين؟ يلي هي الكانونيكال بيزس. عندي طريقة تانية لحتى اجيبها، انا لاجيب الترانزيشن ماتريكس من وين لوين؟ من بي برايم لبي دبل برايم، بحط هون البي برايم وبحط هون البي دبل برايم، بحطهم بالطول، يعني بحط الاي 1 برايم اي 2 برايم اي 3 برايم وهون تبعات البي دبل برايم. اوكي بنحول هيدي لمين؟ للريدوس رو اشلون فورم. نحن وعم نحولها للريدوس رو اشلون فورم اللي راح تطلع معي هون هي راح تكون الترانزيشن ماتريكس من بي برايم لبي دبل برايم. فإذا لما نحن نكتب بي برايم هون بي دبل برايم نحول هيدي للرو اشلون فورم او للريديوس رو اشلون فورم، رح تتحول معي هيدي اللي هون اللي رح تطلع معي هي رح تكون معي اياها الترانزيشن ماتريكس من بي برايم لبي دبل برايم. طيب اذا انا كان بدي مين الترانزيشن ماتريكس من بي دبل برايم لبي برايم، شو بحط هون؟ بحط بالاول بي دبل برايم بعدين بي برايم، بحول هيدي للريديوس رو اشلون فورم، بتكون هيدي طلعت لي مين؟ الترانزيشن ماتريكس. فاذا نحن اذا انا بدي الترانزيشن ماتريكس من بي دبل برايم لبي برايم هي هيدي، بس بكفي شو جبلها؟ جبلها الانفرس لإيدها. هيدا كيف بنتحول من بيزس لبيزس، وكيف بنجيب الكوردينيتس لحياة لفكتور اكس اذا كان معي بشي بيزس معينه، كيف بجيبهم ببيزس جديده.